الشاب أو الشابة إذا ما أراد التعبد، إذا ما أراد التفقه في الدين، بماذا ينصح الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ إذا ما أراد التفقه في الدين فعليه طلب العلم على أيدي العلماء المعروفين بالعلم والصلاح والاستقامة والسنة، عليه أن يتعلم على أهل العلم. وأما من ناحية التعبد فعليه بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة، وأيضا المحافظة على الرواتب التي مع الفرائض، 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، هذا هو الأكمل. وإن اقتصر على 2 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها فلا بأس، و2 ركعات بعد المغرب و2 ركعات بعد صلاة العشاء و2 ركعات الفجر، هذه هي الرواتب المؤكدة التي يتأكد المحافظة عليها، إلا في حالة السفر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. وكذلك عليه أن يحافظ على الوتر، وأن يوتر من الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الوتر، في أي وقت أو في أي ساعة أوتر فقد صادف وقت الوتر. ولكن إذا أضاف إلى الوتر تهجدا من قيام الليل في أوله أو في آخره، وآخره أفضل، فهذا أحسن. وعليه الإكثار من الطاعات، وعليه تجنب المحرمات والمعاصي، هذا الذي يريد أن يتدين لله عز وجل ويعمل لنفسه. نعم.